وكما قال جبران: البعض نحبهم ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم ونختلق الأسباب كي نراهم ونعيش في الخيال أكثر من الواقع معهم. والبعض نحبهم لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت. لا يا حسن، انا شايف انك انت قلقان اكتر من اللازم. معلش يا اكرم بيه، مش هيحصل حاجه لما نعمل احتياطاتنا. احتياطاتنا؟ اقعد يا حسن، الاحتياط ده يبقى مع اللي يستحقه، انما عادل ده ايه؟ عادل ده صرصار، عادل ده اكبر من انه يفكر في حاجه زي كده، مش انه ينفذها بنفسه. معلش يا فندم، مش هيحصل حاجه لما نخلي بالنا اكتر من كده، يعني ناخد بالنا من المصنع، من مخازن المينا، من فيلة سعادتك. يا ابني ما يقدرش يعمل حاجة، عادل ده أنا أكتر واحد فاهمه. عارف عادل ده عامل زي إيه؟ عامل زي البابيت، وأنا البابيتير بتاعه، عروسة مارينيت هيعيش ويموت بيتحرك بحبل غيره، ولو فكر بس مجرد تفكير إنه يحرك إيده بنفسه هيتخنق، هيموت بحبله بإيده. فاهمني؟ وبعدين أنا مش قادر أفهم أنت قلقان قوي كده ليه؟ أنت عندك معلومات مخبية عني ولا إيه؟ إزاي بس يا فندم؟ لو أعرف حاجة أبلغ سعادتك على طول، بس راجل متربي في المينا وفي الشارع، يعني لو مش عادل اللي بيفكر يضايق حضرتك، أكيد في 100 غيره بيفكروا يأذوا سعادتك. 100 غيره بيفكروا يأذوا سعادتي. طيب نفترض ان كلامك صح، انت عارف انت هتعمل ايه؟ عارف هتسيطر على الوضع ده ازاي؟ يا باشا انا اسكندراني، والموج ما بيغرقش اسكندراني. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يعني صلحنا الهدوم وقلت اجي اوصلها بنفسي. طب والجاكيتة بتاعتي؟ اول حاجة اتصلحت وانا اللي صلحتها. تسلم يدك. طب يعني لما اوصل حساب الحاجات دي استاذ سعد حسابين خلاص. استاذ سعد مين؟ استاذ سعد ده بخيل، اخش اجيب لك جزء اسود من جوه. دم خفيف قوي يا عزوز. ربنا يجبر بخاطرك، انت الوحيده اللي بتضحكي على النقد بتاعتي. ما تقولش كده، انا ببقى قاعده وشايفه الناس، اول ما بتطلع ما بيبطلوش ضحك. الناس بتضحك اه، لكن الودن دي مش بتعرف تفرق بين اللي بيضحك من هنا. متأكدي؟ طيب أنا اتأخرت قوي ولازم أمشي، وراي طلبية ولازم توصل. طب هاجي أوصلك. لا خليك، المكان قريب، مش عايزة أتعبك. المكان قريب، يبقى هاجي أوصلك برضه. ثواني ما تتحركيش، أنا جاي. ماشي؟ وصلت لفين؟ فصل الخامس. انا حاسه الروايه دي هتبقى حلوه قوي. ايه اللي عرفك؟ يعني حسيت هي اصلا بتتكلم عن ايه؟ عن واحد مش عارف يعيش بعد ما باباه ما مات. ايوه، ايه المشكله يعني؟ ما كل الناس بتموت والناس بعديها بتكمل، مش فاهمه يعني. يعني ممكن والده كان بالنسبة لي منطقة الأمان، بعد ما راح حس إنه لوحده وخايف يعيش. وأنت والدك متوفي صح؟ طيب وحسيت بحاجة شبه كده بعد ما مات؟ حسيت إني عايز أموت.
انا اسفه اني فكرتك بده، ما اقصدش والله، بس انا متاكده اني رغم كل الظروف اللي انت فيها دي هتقدر تلاقي حاجه جواك تخليك توصل اللي انت عايزه، وهتبقى بني ادم جميل اكتر ما انت جميل اصلا. انا عارفه ان انت ممكن ما تكونش مقتنع بكلامي، بس ده مش كلامي اصلا، ده كلام روندا بايرن اللي قالت في كتاب ذا سيكريت. قريته صح؟ لا. وليه لا؟ انا بحبش النوع ده من الكتابات. طيب انت بتحب تقرا مين؟ بورخس. انت ايه؟ عندك شغل؟ ايوه عندي. هو انت عايزني اقوم؟ لا لا لا، بس بسأل. طيب هروح انا بقى، سيبك تكمل. بس على فكره هقرا كل حاجات بورخس وهاجي اناقشك فيها. ماشي؟ ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هي المنطقه ده هي اللي فيها الفواخرجي؟ اه. طب انت بتعمل تماثيل يا ريس؟ لا، بس مصنع الامان قدام. اه شمال كده. اه متشكرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت عايز اسال المصنع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه الشغل الحلو اللي زي العسليه دي؟ ده انت ايدك تتلف في حرير. اسم الكريم ايه؟ محسوبك نصر. اؤمر. الامر لله. كان حدانا في البلد راجل اسمه عم عباس، كان فواخرجي زيك كده، كان بيبعتنا واحنا عيال صغيرين نجرف له الطينه من الترعي وهو بقى يقعد يقلوز ايش بلاليس وايش اثاري وايش سلاطين زبادي، كان بيقلوز الجن. انا مالي ومال عباس وبلاليس دول؟ حلمك عليا اني جاي لك في الكلام اهو. اتفضل. انا عاوزك تقلوز لي فطني. ها؟ لا مؤاخذه فهمتني غلط. اتفضل. انا عاوز تعمل لي مثال زي ده. ازيك يا بيه؟ الله يسلمك. إيه؟ الله يخليك. معلش سيبني في الموضوع ده ثواني بس يا بيه كده ارتاح هنا. معلش. انت عامل ايه طيب؟ الحمد لله زي الفل. ماشي. اتفضل. انا بقول لك عاوزك تعمل لي تمثال زي ده. ما بعملش تماثيل هنا. ايه ايه؟ يعني اللي عمل المولد ده كله يستعصى عليك تمثال زي ده؟ قلت لك ما بعملش تماثيل. حبيبك انا مش هفضل مستني تحويل زي ده 10 ايام يا طارق. ما هو يا فندم الشفت مبعوته ما عندهم فيها مشكله. اي حد يطلع من عندنا دبي ويجيب فلوس كاش ويدخلها بطريقته، فاهمين ولا لا؟ مش عارفين تشوفوا شغلكم ولا ايه؟ نعمل كده النهارده يا فندم. عملت ايه تاني؟ هو انا لازم اجي اقعد معاك وانا عامله حاجه؟ اخر مره كنت هنا كنت عامله 3 مصايب. عايزه اقعد معاك عادي. اه اتفضلي يا جماعه. ها عندك مشكلة؟ أنت كويسة؟ أنت شايف إيه؟ مامي كويسة؟ عاوزة فلوس؟ بتقففي ليه دلوقتي؟ إيه اللي حصل؟ انت ناسي موضوع اسلام لما كلمني عشان خرج من السجن؟ لا مش ناسي، بس مش لازم اقعد اتكلم معاك عشان عندي مشكله او عشان عايزه حاجه. عادي يا بوبي، جاي اقعد اتكلم معاك عادي زي اي بنت ما بتقعد تتكلم مع ابوها، دي حاجه طبيعيه بتحصل على فكره. اكيد طبيعي، بس لو انت عايزانا نرغي بقى ونتكلم سيبيني اشوف شغلي، احرجتني مع الناس. ها هتقولي عايزه ايه ولا اشوف شغلي؟ شوف شغلك. ولما لقيت الجوازه هتبوظ قلت انزل مصر اعمل لي قرشين وارجع الحقها. اصلك يا ريس ما تعرفش فاطمه دي غاليه عندي قد ايه. تصدق بالله يا ريس أنا ما بلاقيش حد أتكلم معاه ولا يسمعني غير التمثال ده.
بيهون علي هموم الدنيا. اني لا ليا صاحب ولا ليا قريب. حطمي حطمي لما صدقت تخلص مني. اني لما نزلت مصر كنت فاكر اني هبقى ياما هنا ياما هناك، بس اندهست داسوا عليا بالجسم. هي ليه الناس بقت وحشة يا ريس؟ ليه مفيش حد بيساعد حد؟ ليه؟ أني لما نزلت البلد دي حسيت إني غريب. أني ما كنت بسافر في عرض البحر، ما كنتش حاسس بالإحساس ده. تسايق عليك النبي يا ريس، أعمل ليه التمثال؟ والله يا بناطي موضوعك صعب ونغز في قلبي، مش عارف اقول لك ايه. معلش يا بناطي. معلش. يلا يا حاج اديك الطلبيه. اخيرا. اتفضل يا باشا، اتفضل يوم انت. كم يا ريس؟ 10 جنيه. 10 جنيه ليه؟ دي 5 جنيه. دوبر يا باشا. السلام عليكم. اتفضل. حلوين؟ حلوين. مالك يا عزوز؟ من ساعة ما اتقابلنا وأنا حاسة متضايقة. أنا مش عايز أضايقك. قول ما يمكن ما تضايقش. حسن. ماله حسن؟ حسن صاحبي أنا. تفتكر يعني هيبقى مبسوط وأنا خارج معاكي؟ شفت انك اتضايقته؟ ما تفتكرش الموضوع ده ما جاش في بالي. انا بس مستنيه حسن يرجع من مصر واقول له على كل حاجه. حسن انا ما بخبيش عنه حاجه. امال اتضايقت ليه يعني؟ اتضايقت يعني عشان احنا من اول خروجه وانت متضايق، والمفروض ان احنا خارجين عشان نبقى مبسوطين. وبعدين يعني كنت مستنيه تقول لي كلام حب زي اللي بيقولوه في الافلام. وانا عايز اقول لك الكلام اللي بيقولوه في الافلام دي. بس اعمل ايه يعني؟ يا نادي انا ما نمتش طول الليل والله العظيم. قاعد بفكر اقول لها ايه، اقول لها ايه يا عزوز؟ وبعدين لما اشوف لك حصل لي حاجه غريبه. نسيت الكلام اللي كنت مرتبه؟ حسيت اني عايز اروح. يا نادي انا اول ما شفت القلب كان بيدق جامد، ما كنتش عارف اقول ايه. قلت يا واد اخلع وجات حجز باي حاجه. طب ما عملتش كده ليه؟ ما عرفتش. اول ما شفتك مسمرت مكان. على فكرة بقى الكلام اللي قلته دلوقتي أحسن 100 مرة من كلام الأفلام. وأنا قلت إيه؟ مش مهم. عزوز أنا في حاجة كنت عايزة أقول لك عليها قبل ما تاخد أي قرار. قلت لها برخص؟ حرام عليك، تقيلة قوي على فادي يا علي. ما لقيتش غيره. طب وأنت فاهم إنها كده هتحل عنك؟ هتروح تذاكر وتدور في القاموس وتجيلك تقول لك لقيته، ده ساحر، ده رائع، ده جميل يا علي. عارف عارف. والله انت ما عارف حاجه. انا كنت فاهم ان استغراقك في الكتابه هيفتح مداركك للعلاقات الانسانيه. اتاريك طلعت ولا مؤاخذه يعني قفل صغير. انت عارف اني بقلق وبخاف منك لما بتشجعني وتقول لي على اي حاجه فيها اي ريحه ايجابيه. انا مش بشجعك، انا بحاول افكر معاك بصوت عالي. اسمع يا دكتور، الفتره اللي جايه انا عايز كل حاجه، وكل حاجه بزياده قوي. يعني لو حبيت مبروك مبروك، لو حبيت اتجنن في الحب، عايز اتمرمط بالحب. بص 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 الجمال.
بره المكان ده كله بتاعي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بيومي قال لي ان حضرتك عايزني. خير؟ مين حضرتك؟ انا عزوز صاحب حسن. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عزوز. اتفضل يا حسن. انا مؤاخذه يعني المطرح مش قد المقام، بس انت بتقول انك صاحب حسن، يعني المطرح مطرحك. المطرح مقامه من مقام اصحابه، وانت مقامك كبير يا عم جمعه على راسي. تسلم ويسلم لسانك اللي بينقط سكر. أمورني خير يا عم جمعة. أنا وحسن أصحاب وأخوات كمان. وحسن يعني مسافر برا اسكندرية بقاله ياما، عشان يكديه أنا جيت لك. أنا جيت لك بصراحة علشان يعني في موضوع كديه كنت عايز أتكلم معاك فيه. بس يعني في إيه يا ابني؟ ما تتكلم. بص يا عم جمعة، أنا مش هلف وأدور عليك. أنا جاي لك بخصوص بنت أختك اللي ناسها نادية. مالها نادية؟ أنا عارف إن الظرف مش مناسب، وأنا عارف إن أبوها كمان لسه ميت من قريب. بس يعني أنا قلت أعمل الوصول وأخش البيت من بابه وأجي للكبير. وأنت الكبير. لا يا ابني، نادية كبرها أخوها، ربنا يديله الصحة لسه حسه في الدنيا. هو ده اللي بيقوم مقام ابوها الله يرحمه، وكان يصح برضه انك تشوره وتاخد رايه قبليه. ايوه يا عم جمعه، بس انا استنى يا ابني، اسمع الكلام لغايه اخره. واضح ان انت راجل مسؤول تفهم، ودخلت من الباب عشان تطلب ايد واحده بنت اصول، وزي ما انت قلت لي كده مش هتلف وتدور. انا كمان هاجي لك دغري، مش هلف وتدور. واضح كده عزوز إن الحكاية فيها حاجة غير السفر، عارف ليه؟ لأن المسافر مصيره يرجع، ولا إيه؟ طب وكتاب ربنا، أنا قلبي ارتاح لك يا عم جمعة. بصراحة كده يعني أنا مكسوف من حسن. حسن صاحبي وما ينفعش أبقى ببص لأخته كده ولا كده. لا سمح الله أنا ببص لها سليم، بدليل إني جيت لك لحد هنا. بس أنت عارف يا عم جمعة، المواضيع دي بتبقى محتاجة تفكير عشان يعرف ياخد القرار ولا ايه. وانا بصراحة مش عايز اظلم نادية، ولا عايز اظلم نفسي، ولا حتى اظلم حسن. شوف يا ابني، انت راجل جدع ودخلت البيت من بابه، وانا ما كنت خايف او احتلام. فحسن صاحبك اكيد هو قدر بنيتك، واللي يقدر صاحبه يقدر طلبه، كده ولا ايه؟ ايوه. خلاص ارمي بقى الحمل اللي مضلم فرحتك ده، سيبها على الله، ان شاء الله ربنا معاك. اقول لك على حاجه ثانيه، انا كمان معاك يا ودي عزوز، بس انت قول يا رب. قول يا رب. يا رب يا عم جمعه، يا رب. تعال تعال بقى، خش على عم جمعه. ربنا يتمنى بخير يا حبيبي، الله يكرمك. ربنا يخليك يا حاج. يا دي القرف، مش ممكن بجد يعني.
يا ساتر يا رب. ايه ده؟ ما بحبش صور رجاله في بيتي، بيجيبوا النحس. نحس ايه؟ انت مين يا ست انت؟ انت يا ست انت ردي عليا. انت مين؟ بس 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 بس. انت ايه اللي دخلك هنا؟ ما تردي عليا يا ست انت. انت مين ودخلتي هنا ازاي؟ انا برضو اللي مين. عموما اهلا بيكي في بيتي. بيتك؟ مش قادره. بيتك ده ايه؟ ده انا يا دوبك لسه مستلماه. انت ايه حكايتك بالظبط؟ ولا دينا صبايا ولا ايه؟ انت لذيذه قوي بتضحكيني. ولا لسه مش فاهمه ولا بتستعبطي؟ مش فاهمه ايه بستعبط ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه خالص. طب بصي، انا عندي صداع فظيع، اسكتي شويه. طب يعني هو، يعني هو حضرتك يعني قريبه اكرم بيه؟ طب والنبي حلو عليا مش كده؟ يا حبيبتي كل حاجة حلوة عليكي وانتي اللي محلياها. ده لسه كمان لما ربنا يتملك على خير ان شاء الله كل حاجة تبقى احلى واحلى. بقولك ايه، سي دول شكلهم هيبقوا حلو قوي عليكي. عارفة يا ورد، النهاردة اول مرة اشوف الدنيا بعيون تاني. عيون مش بتعيط وزعلانة، عيون صافية. الدنيا دي طلعت حلوة قوي يا ورد. هي حلوة قوي حبيبتي. بقولك ايه، هو يعني ينفع تتحركي بالراحة شوية؟ بلاش بالسرعة كده يعني. بالراحة؟ من النهاردة مفيش بالراحة. خلاص قلبي التعبان ده لازم يفوق معايا. شايفاكي يا ورد، ما تخافيش يا ورد، عزوز عارف وبيحبني انا، مش بيحب صحتي اللي عايزه تخدمه وتربي له عياله. كان نفسي زغرت يا بنات. زغرت يا ماما، زغرت على الاقل يعني نفرح شويه بدل النكد اللي احنا فيه ده. خايفه يا ورد، عندك كتير قوي يا بنتي ما فرحناش. لا يا ماما ما تخافيش، افرحي عشان المرة دي فرحة بجد، مش كده وكده، عشان الخوف والحب ما بيجمعوش أبدا مع بعض. حلو الفستان؟ قصدي حلو البلوزة؟ حلوة قوي. حلوة قوي. ربنا يحفظك ويخليك يا رب. طب هو أكرم جابني هنا ليه بالذات؟ وليه قال لي إن ده هيكون بيتي؟ وبعدين هو اصلا ما جابش سيرتك ولا قال لي حتى ان انا هقابلك. ده اللي بحاول افهمهولك من الصبح وانتي مش عايزه تفهمي. عموما في حاجتين مهمين قوي لازم تعرفيهم. اسمي سورايا، وان ده بيتي وانتي هنا ضيفه. ضيفه عندك ده ايه؟ والامتى بقى ان شاء الله؟ لغايه ما يشوف لك اي حته تانية تروحي تتلقحي فيها. اصل انا واكرم معرفه قديمه قوي، واكتر من كده ما تطلبيش مني اني اقول لك. لو عايزه انت تعرفي اي حاجه منك لاكرم بقى، عشان انا هنا مش مدرسه اقعد الوكلك واقعد اشرح وازيد واعيد. هو انت فهمتيني حاجه اصلا؟ ده انت لخبطتيني وخوفتيني. استغفر الله العظيم يا رب، وانا ايه اللي بيحصل لي ده بس يا ربي؟ هو انت اكرم قال لك ايه عشان يجيبك هنا؟ انا واكرم يعني بيحبني. اكرم قالك انه بيحبك، يبقى تمام خالص كده، اطمني على الاخر. مش ممكن، خيال فشخ الواقع بصراحه. انت لذيذه قوي. جيكيتي مون بي، جيكيتي مون ميزون ما في. ابو امك يا صالح، قلت له 100 مره ينظف الصوره دي كويس قوي. بس شاطر يا حسن، بتتعلم بسرعة قوي. لو فضلت على كده هتقطع شوط كبير قوي من حياتك في وقت أقل من اللي ضاع منها. بس اوعى الغلط، لأن ممكن غلطة صغيرة قد كده اهو تضيع كل اللي أنت عملته. اقعد يا حسن. سعادتك أنا رميت كل اللي اتعلمته ورا ظهري، بتعلم على إيدك من جديد. غلط. اوعى ترمي حاجة من اللي فات. دي عاملة زي الدومنا الإنجليزي، كل حاجة مبنية على التانية. ايه؟ مكسوف تسأل دي مين؟ لمؤاخذة سعادتك بس أنا ماليش إني أسأل يعني، بس دي ماما، الأيكون بتاعتي اللي عمري ما أرميها ورا ظهري أبدا مهما كبرت. اللي زيكم يا حسن بيبقى عندهم حاجات بيتسندوا عليها عشان يحافظوا على مستقبلهم، يعني شوية فلوس في البنك، كم مليم معاش. إنما أنا والدتي هي الماضي بتاعي اللي بحافظ بيه على مستقبلي، بحافظ بيه على أكرم البدري نفسه.
ربنا يخليها لك سعادتك. اكسلانس سوري تسمح لي؟ ما تخلص يا صالح. حبيت ابلغ سعادتك ان دعوه الباشا وصلت ومندوبه واقف بره. تحب نبلغه حاجه؟ طيب هنتحرك امتى؟ لا انت ما تتحركش خالص. انا هاخد معايا حسن. حسن؟ اه حسن. بس؟ نعم؟ سمعتوا قال حاجة؟ لا. اوكي. الدكتور جه بره. خليه يتفضل. اكسلانس. عايزك تبقى شيك قوي النهارده. قوي. لأنك هتخش العالم الكبير. اللي من كتر كبره مش هتعرف تلاقي الباب اللي تخرج منه. وانا مش عايز اخرج طالما مع سعادتك. على اذنك يا باشا. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا اكرم بيه. صباح الخير يا دكتور. اتفضل. ايه مالك؟ مش ده برضو حسن الرشيدي؟ بيعمل ايه هنا؟ انت تعرفه؟ طبعا. لا يعني بيعمل لي شويه خدمات. اكيد. ما هو اللي زي ده ما ينفعش يكون غير خدام. بس مع سعادتك الخدمه شرف طبعا. اخلص يا دكتور اخلص. خلقي ضيق. انا عارفه انك مش قادره تصدقي اللي انا قلته لك، بس لا فيريتي شيري، فهي دي الحقيقه. بقول لك يا ست، انت منكده عليها من امبارح وحاطه نقرك من نقري ليه؟ بصي بقى، انا واكرم بنحب بعض، هو بيحبني وانا بحبه، ولا يكونش عينك منه عايزه تطفشين. قلتي لي اسمك ايه؟ ذكرى. اوكي. انت لسه فيرجن؟ يعني بنت بورقتك بسولوفانتك؟ طبعا. بصي بقى، لو عايزه تسمي اللي بينك وبين اكرم ده حب، مصاحبه، مرافقه، انت حره، مش فارقه معايا كتير. لكن لو هتعيشي لي في دور خضره الشريفه بالشكل ده، يبقى تاخدي بعضك وترجعي مطرح ما جيتي. وانت ليه مصره تعمليني ان انا من اياه؟ وانت ليه مصره تحسيني انا مش فاهمه حاجه؟ انا فاهمه كل حاجه وماليش في الاستهبال ده. انت فاكره نفسك جايه تتطوعي في تشاريتي جروب؟ بقولك يا ست سراي، انا من امبارح انت عماله تقولي كلام انا مش فاهماه، وتقولي الغاز وطلاسيم وحاجات كده مش فاهمه فيها حاجه. ما تخشي في الموضوع دغري. مش عايزه استهبال. وقلبه الوش اللي انت قلبالي وشك فيها دي طول اليوم انا ماليش فيها، ما بحبش المناظر دي، الخلقه دي ماليش فيها خالص، وجو الحبربش اللي انت عايشه لي فيه ده ماليش فيه، فاهمه ولا لا؟ يا ست سرايا، ممكن تكلميني استاذ اكرم؟ زهقتيني، جايبين لي تلميذه. وبصي يا حبيبه قلبي، رول نمبر 1 عشان تعيشي كويس في البيت ده وتحفظيها اكتر من اسمك، هو اسمي سرايا. قولي كده ورايا، سرايا. ورول نمبر 2 ان الرجاله كلها ملهاش امان، بتدي وعود كلها في الهوا. اوكي يا بيبي. ليزوم كي باس مامون. لف يا علي، لف يا علي. شفت ده؟ هو ده بقى البجك؟ هو ده شويه عسوس. انا حاسس ان انا اتغيرت من ناحيه ورد. حتى ما انا حكيت لك على كل حاجه. انا كل حاجه في حياتك. طب وايه يا حسن؟ كل حاجه في حياتك؟ اكيد يا عسوس. مارس، انت في واحده تانية في حياتك ولا ايه؟ واحده تانية مين يا جدع؟ وانا عندي وقت عشان انام حتى. قبل ابويا الله يرحمه كان ممكن، واحد كان دماغه رايقه وممكن يحب ويتبسط بمزاج. لكن دلوقتي بقى خلاص مسؤول عن امي وعن اختي ومسحول بين مصر واسكندريه. اسكندريه، ايوه. اسكندريه دي اللي ما كنتش بغيب عنها دقيقه. دلوقتي بقى بقيت ازورها زي الاغراب. الله يخرب بيت الشغل يا عزوز، ياخد الناس ويغيرها. واول حد بيحس بيك هو اقرب الناس منك. ايوه. بص يا ابو عمو، كلنا بنتغير،
واللي عايش في الدنيا دي وفاكر انها ما بتغيروش يبقى مش عايش فيها اصلا. اهم حاجه اللي جوانا يفضل جوانا ما يروحش في حته. وانت يا حسن لو بتحبها بجد ما تخافش، مسيرك هترجع حسن بتاع زمان اللي بيحبها وبتحبه، واللي انت قاعد دلوقتي وفاكر انه راح. يمكن يا عزوز، يمكن اخي يا ريت كلامك يطلع صح. يلا سيب على الله يا جدع، كلام عزوز على طول صح يا راجل. وانا اللي فاكرك جاي دي في حاجه تانيه. حاجه تانيه زي ايه؟ هي ناديه ما قلتلكش ولا ايه؟ ناديه مين؟ ناديه اختي؟ ايوه حسن، فاكر يا حسن البنت اللي قلت لك عليها امي انها عجباني ونفسها اتجوزها؟ البنت دي تبقى ناديه اختك. نادي اختي؟ نادي اختي مين؟ نادي اختنا عزوز؟ انت تعرف نادي منين؟ شفتها فين يعني؟ لا يا حسن، لا يا حسن، انا ونادية اتكلمنا واتفقنا. تفاتحوا على ايه؟ وانتوا كمان في بينكم اتفاق وفي بينكم كلام وبتشوفها وبتتقابلوا من ورايا وتعمل صاحبي في بينكم ايه تاني يا عزوز؟ لا يا حسن، حاسب على كلامك. ناديه هي اللي طلبت مني ان هي اللي تيجي تقول لك، ولما سفرك طول انا دخلت البيت من بابه ورحت لخالك جمعه وقلت له. خالي جمعه؟ هو كمان الموضوع في خالي جمعه؟ ايه اللي دخل خالي جمعه؟ وانا ايه؟ وانا بتهافى عزوز ولا انا ماليش كلمه في البيت ده؟ حسن، بعد وفاه ابوك الله يرحمه خالك جمعه بقى كبير العيله. خالي ده كبير نفسه، بعد ابويا الله يرحمه انا كبير البيت. انت فاهم الكلام اللي بقوله ولا يا عزوز؟ يا حسن، يا حسن ايه ده؟ والله العظيم يا اخي كنت هجيلك واطلب يدها منك. انت تطلب ايد مين؟ هو انت انا اتجننت ولا اتهبلت في دماغك؟ هو انت نسيت التمرين يالا؟ انت حته هربان عمال بتجري والناس بتجري وراك عشان تموتك. جاي النهارده عايز تحب اختي وتتجوزها؟ يا ده انت عملت نفسك بالياتش ودريت نفسك بشويه بويه عشان محدش يعرفك. جاي النهارده جاي بتحب اختي وانت محكوم عليك بالموت يا عزوز؟ انا موافق اتجوزها يا عزوز، انا موافق اتجوزها. هتعيشها فين؟ ها؟ هتعيش اختي فين؟ في وسط البهلوانات والاراجوزات ولا هناك في وسط الفراق؟ اسمع يا عزوز، اسمع يا عزوز، قولي اختي لو قربت منها ولا لمست شعر منها ورحمت ابويا في تربته لا هسلمك بايدي دول. اتفقنا يا عزوز؟ انت تنسي الموضوع ده خالص. يعني ايه انسى يا حسن؟ يعني مش عايز كتر كلام. لا استنى يا حسن، احنا لازم نتكلم. انا قاعده مستنيك تيجي في السفر علشان نتكلم. بقول لك يا ناديه، عدي الموضوع ده على خير. مفيش عزوز يعني مفيش عزوز. ليه يا ابني؟ مش عزوز ده صاحبك وتعرفه؟ ولا تعرف عنه حاجه وحشه احنا ما نعرفهاش؟ قال ما تتكلم يا حسن. اتكلم قول ايه؟ انت بدل ما تعقليها عايزاها تتجوز حته بليات شغال في سيرك. وماله البليتش يا حسن؟ ماله البليتش؟ يا ماما عزوز ده راجل كويس وخريج جامعه. طز في الجامعه، طز في الجامعه. وانت ابوك كان ايه؟ كان رئيس وزراء؟ انت ابوك الله يرحمه كان عتال في المينا، وامك خياطه واختك خياطه، وربناك لما خليناك مهندس قد الدنيا. دلوقتي بتستعر من صاحبك؟ شايفه مش قد المقام عشان بيشتغل بالياتشو؟ لا يا ماما، الموضوع مش موضوع بالياتشو. انت عايز تقفلي فيها يا حسن؟ انا اقفلك فيها نادي؟ طب اقفلك فيها نادي؟ مش تتجوزي العزوز ولا غير عزوز كمان. ليه يا حسن؟ ليه؟ عشان انت عيانة. عشان انت يعني انت تعبانة. انت عندك القلب وانا خايف عليكي. بعدين الحب اللي انت فرحانة بيه ده مش هياكلك وعيش، كل ده هيروح. لكن عزوز سابقينا. ما ينفعكيش، انا عايز مصلحتك. فاهمين؟ أهلاك يا حسن.
دلوقتي بس فهمت اني عيانه. فهمت اني عيانه لما قلت لي. وانا قاعده يا حسن مستنيتني من السفر عشان اقعد احكي لك وفضفضلك. وفاكرك هتفرح لي. انت خايف اموت يا حسن؟ طب وانا حياتي فيها ايه؟ ما انا عايشه زي الميتين. حاجة تانية يا حسن عايز تقولها واحنا ما نعرفهاش. أم حسن والله أنا خايف عليها، عايز مصلحتها. حاسس إن أنا متمسكة بإيدها مش عارفة حاجة، مش هيساعدها. أنا عارفة كويس، صدقيني أنا مش باجي عليها بس أنا خايف عليها. لا يا حسن، مش انت ابني اللي اعرفه من ساعة ما سافرت مصر.